اما تيجي تغير كاوتش في حاجات كتير جدا ممكن يضحك عليك فيها لو انت مش فاهمها. انا متاكد ان يكون اتضحك عليك قبل كده فيها او النهارده هتتفاجئ ان هي موجوده وانت بتختار الكاوتش بتاعك خصوصا الموتوسيكلات. فخليني اقولها لكم واقول لكم بشكل سريع كده ايه التريكس المهمه لو عايز تغير الكاوتش بنفسك. يا اهلا بكم متابعينا قناه الاخبار، عاملين ايه؟ مننا دايما كالعاده بنصين الموتوسيكل بتاعنا عشان نطلع بيه دولي ان شاء الله رايحين السعوديه، فدعمونا بلايك وسبسكرايب وحاجات حلوه كده بتاعتكم. النهارده انا بغير التايرز او الكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا بغيره في حاجات انا اول مره اعرفها مع اني يعني بقالي كتير في الموتوسيكلات، وكمان في حاجات يعني كنت عارفها عايز احذر الناس منها. طيب ايه بقى وانت بتشتري الكاوتش؟ وانت بتشتري الكاوتش في 3 4 حاجات لازم تخلي بالك منهم. اول حاجه هو نوع الكاوتش اللي انت بتشتريه. طلع بقى يا جماعه ان الكاوتش ده فئات، في كاوتش مخصص للموتوسيكلات، لو انت عندك موتوسيكلات خلينا نتكلم الاول عنها، للموتوسيكلات التورنج اللي هو زي الموتوسيكل ده، موتوسيكل فيه 3 شنط وبيحمل اوزان تقيله، ففي في كاوتش مخصص لده. طب ايه الفرق او هم ليه كلمه مخصص؟ جماعه الكاوتش ده بيكونوا حاطين فيه سلوك باشكال معينه مختلفه. في بعض الاطارات المخصصه مثلا للريسات، خلينا نتكلم هنا، بتكون السلوك اللي جواها ماشيه خطوط كده عشان يقدروا يخلوا الكاوتش ملساء كده بحيث ان هي تعرف تاخد مناورات. طيب لما في موتوسيكل تورنج بيحاولوا يخلوا السلوك اللي جوه ماشيه كده وكده بشكل ما علشان تقدر تستحمل الضغط القوي جدا وما تتبططش، ويبقى فيها هنا جزء مبطط ما فيهوش هرم يعني يخليك تاخد مناورات. كمان بيحطوا فيها نسب من البلاستيك جوه الكاوتش وحبه حاجات عشان تقوي الفرده. طيب لو انت اخترت فرده معينه غير الفئه بتاعتك هيحصل ايه؟ الفرده دي مش هتكمل ربع عمرها وهتبوظ. طب ايه فئات الفرد اللي موجوده؟ تقريبا في 3 فئات بس، اولهم الادفنشر او الاندورو او الاوف رود، دي الحاجات اللي زي ترانزالب اللي كان معايا وغيره، في للريس والحاجات اللي بتمشي بسرعه، وفي للموتوسيكلات الثقيله، الموتوسيكلات اللي وزنها مثلا 250 260 وعايز تمشي على سرعات عاليه اللي هي غالبا التورنج، والريسات الثقيله الاكسبشنز اللي هي مثلا زي الهايابوزا زي ال 1400 الكاوازاكي الحاجات اللي زي كده. فلو انت معاك موتوسيكل لازم تعرف الفئه اللي هتختارها من الكاوتش ده فئه ايه. طيب تعرف ازاي؟ دي المعلومه اللي اول مره اعرفها، تعرف ازاي الكاوتش ده بتاع ايه وتعرف الكاوتش ده كويس ولا لا ازاي؟ في يا جماعه موقع اسمه تاير تيست، هحط لكم اللينك بتاعه في الوصف تحت. قبل ما تشتري اي فرده ادخل اعرف عنها كل حاجه، هتلاقي فيه ناس عاملين لها ريفيوهات. فكره الموقع ده من الكاستمر للكاستمر، انت هتشتري الفرده تقيمها وغيرك يقيمها، هم بس بيقول لك ان الفرده دي معموله امتى، ايه اخبار الاداء وكده وغيره، الافريج وغيره. الفرد مثلا انا اشتريت فرده دلوقتي من شركه ميشلان، طبعا انا اكتشفت ان الناس في السوق مش عارفين الموضوع الفئات ده، فكل ما اقول لواحد مقاسي يروح يديني بتاعت ريس، فعقبال ما لقيت واحده تنفع الاوزان الثقيله كانت ميشلان، ودخلت شفت التقييم بتاعها لقيتها 4 وفي 5، يعني 4 من 5، فمش افضل تقييم، في 4.5 وفي 5 من 5، ولكن هي للفئه يعني، وميشلان قويه جدا. الفردة دي مخصصة للأوزان مش للتورينج، لأن للأسف في مصر ما بيجيبوش تورينج غير عجلة قدام، والعجلة ورا 190، أنا عندي 150، فاللي قدام هجيبها بقى تورينج لسه ما جبتهاش، ولكن العجلة دي ميشلان دي اللي احنا جبناها. طيب كمان حاجة مهمة في اختلاف الـ البناء بتاع الفردة، إن كمان النقشة بتختلف، في نقشات مخصصة إن هي تاخد المية وتمشيها كده بشكل ما، وبيعملوا على فكرة في المواضيع دي ليلة كبيرة، وتلاقيهم عاملين ابديت للعجله، هتلاقي في من ميشلان دي بايلوت 4 وبايلوت 5. بايلوت 4 وبايلوت 5 عامل بس تغيير في النقشه بسيط علشان يحسن الجريب او التماسك على الطريق، وده اللي هتلاقوه في الموقع، هتلاقوه في الموقع تقييم لعمرها للتماسك على الفرامل، توسك على الميه وكلام كتير قوي. فادخل على الموقع ده قبل ما تشتري اي فرده. طيب خلاص حددت الفرده اللي انت عايزها المناسبه للموتوسيكل بتاعك ولقيتها في السوق، لازم تبص على حاجه اسمها تاريخ انتاج. تاريخ الانتاج ده بقى بيكون محطوط على الفرده. طيب تاريخ الفرده ده بقى هتلاقوه فين؟ هتلاقوه محطوط على الاطار، هتلاقوه محطوط في حته زي كده، مش عارف هيبان ولا لا، بس هو هيبقى 4 ارقام جوه مستطيل زي كده. ال 33 ده هو رقم اسبوع في السنه، وال 13 دي السنه، فدي مصنوعه سنه 2013 والاسبوع ال 33، يعني تقريبا اخر 2013، يمكن شهر 9 ولا حاجه.
فطبعا الفردة دي الاكسبايرد بتاعها 5 سنين، فيا ريت ان انت مثلا لو الفردة بتاعت الموتوسيكل بقالها 5 6 سنين في الموتوسيكل انك تغيرها، حتى لو النقشة بتاعتها كاملة، يعني دي النقشة بتاعتها كاملة وبرفكت جدا، بس لازم تغيرها للسيفتي بتاعك. انت عارف اهم حاجة في الموتوسيكل الفردة، انت ماشي على عجلتين بس، مفيش خيار تاني يعني. طيب دي اهم المعلومات لازم تعرفها وانت رايح تشتري فردة، تعرف الفردة دي بتاعت ايه وتقييمها وان تناسب ليك وغيره. طبعا في فرد للسكوترات نفس الفكرة، بس السكوترات مقاساتها معروفة فمش حدش هيتعب فيها يعني. طيب ازاي تغير الفردة بنفسك وتفك الجنط؟ بصراحة الموضوع ده صعب جدا ان اشرحه لك على موتوسيكل واحد، الموضوع ده حرفيا بيختلف من موتوسيكل لموتوسيكل بشكل كبير جدا، وحتى الموضوع ده ما فيهوش تريكس مثلا اقولها لك انك تخلي بالك منها، ده كلها عباره عن عمود بيتسحب من هنا وانت بتفضل تفكفك حاجات عقبال ما تعرف تسحب العمود ده، فدي اسيبها لك انك تدور على اليوتيوب وتاخد اللفه. ولكن دي كان اهم المعلومات سريعا كده عن الكاوتش لما تيجي تشتريه، عشان ما يضحكش عليك تاخد انتاج قديم، تاخد كاوتش مش ليك ويبوظ بسرعه وتضيع فلوسك. اتمنى يكون الفيديو ده فادك ووفر عليك شويه انك تلبس، فادعمنا تحت ايه بلايك سبسكرايب كده، وتابعنا في رحله السعوديه ان شاء الله ما نخلص تظبيط بتاعة الموتوسيكل ده، وخليك معانا ان احنا نعمل فيديو عن كهربائيات هنركبها بنت لذينه، هنركب طقم سماعات وايفوهات وحاجات كده جامده ان شاء الله يكون الفلوج اللي بعد ده. فشكرا لتابعتكم الفلوج ده، نشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي. سلام عليكم.